السلام عليكم، انا كامله حمادي، عندي 42 سنه. كنت خدامه مزيانه الحمد لله. في 2016 مرات وكنت في طنجه، كنت كاريه، كنت كاري واحد البويه تما. بقيت قلت انا ندير شويه وانصح، ماشي حاجه الناس بقاو كيتعاونوا معايا تما، كاينه الله يجازيهم بالخير. وواحد 6 شهور ما بقيتش كنخلص الكرا، ومول الكرا ديك الساعه بقى كيجدق عليا كيقول لي ما بغيتيش تخلصي الكرا خويا، اللي هي ما تبقايش ساكنه معايا. ديك الساعه جيت بحالي لسوق الاربع، انا دابا في سوق الاربع، عند العائله ديالي في سوق الاربع الغرب في ولاد بن سبع. ودابا مشيت درت سكانيرا، درت لي ريماز، عندي ميكرو في الراس وهود لي في الجسم ديالي كامل، وخنق لي صلع عروق، خنق لي ومشي لي الودني، مشي لي الحنقي، مشي لي الكوشي كنت تخلق مره، مشى لي الزياج الهضمي، مشى لي الظهر، كنت شكل مره ما كنقدرش نتحرك ناكل هكا، ما كنقدرش نعس، ممكن نعس لا نعس، كنعس ساعه المكانه. هذاك الميكروب كيدير لي تشاش في راسي، كيدير لي نشا الاعصاب. بعض المرات ما كنتخنق كنقول انتحر حسن، كنوصل لواحد الحاله الانتحار. والحمد لله الحمد لله، دابا انا باقا كنعاني. واقا مشيت للطبيب عطاوني الدواء، مشيت عند شي 20 طبيب ولا 30 ولا كثر وكثر، الا حسبتو ما تكون كثر واحد 100 طبيب ولا كثر، وشويه وصافي. وبحق باقا كنعاني، باقا كنعاني. نسمو انا اشنو داك الحرق اللي كان فيا، كنت الشعر ديالي كنتفو، كنت راسي ما كنقدرش نحطو على المخده، وما كنتش نقدر الناس راسي، كنت قرات مره حيت ما كنقدرش نمشط مره، راسي تخبل لي كامل، اللحم طابت لي، كنت نقدر الناس هكا ما كناش هكا. ودابا الحمد لله شويه بالحق باقا كنعاني، باقا كنتخنق، باقا مشي لي داكشي للقلب، درت تخطيط القلب ما خليت، ما درت عطاوني الدواء، الدواء ما كيدير لي حتى شي حاجه، ما كيدير لي حتى شي حاجه. من بعد الدواء اثر عليا بزاف، بقى كيضرني، بقيت كنشرب الدواء كيتزاد عليا الحال، كنفضل بعض المرات ما نشربش الدواء احسن، كنقول له الا ما شربش الدواء باش ما يتزادش عليا الحال، حيت الدواء بحال الجسم ديالي ما بقاش كيتقبل الدواء، بقاو الدواوات بزاف. كنشرب 20 دواء ولا 30 دواء في دقه واحده، ما في دقه واحده، هذه ديال هذه، هذه ديال هذه، هذه العروق، هذا الميكروب، هذه الحساسيه، هذا ما نعرف شنو، هذا ما نعرف شنو. ودابا انا باقا كنعاني، انا كنطلب منكم ومن المحسنين يا ربي تعاونوا معايا، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير نصح، وبغيت غير صحتي ترجع لي كيف ما كانت، ترجع لي ديك الفرحه. انا ما كنحس براسي ما عايشه، انا لي 5 سنين ما كنحس براسي ميته، ماشي كنحس براسي عايشه، كنقول انا عزيزه واقيلا علاش عايشه علاش. بعض المرات امي مسكينه الوالده كتبقى تقول لي يا بنتي ترجي الله، وقولي الحمد لله ترجي الله، وقولي الحمد لله. كان فيا قبل الليل كنقول لها هذه موت فيا، انا نموت، انا نموت، انا نموت، انا نموت. مسكينه تاهي كتعاني معايا، ما كيجيهاش النعاس. بعض المرات كتكون نعسه كتجي تقول لي الكامل، كيصعب لها انا مت، صعب لها مت. تاهي مسكينه كتصغلع معايا واخا مريضه. بعض المرات كنت كنضطر واخا كنكون عالتي ما كنقدرش، واخا كنكون مزيره كنقول دابا نموت، ما كنبغي نقول لها حتى شي حاجه، حيت كنقول دابا ساعه كتوقع لي هادشي بلا ما نبقى نخلعها، دابا ساعه بلا ما نبقى نخلعها. انا كنطلب من المحسنين تعاونوا معايا مع جلالة الملك، انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير الصح، ما بغيت والو، انا مزاوقه فيكم. راه داك الميكروب كيدير لي صلع اعصاب، كيدير لي بحال سد لي العروق مره، ما كنبقاش نتنفس، ما بقاش نتنفس. انا كشي عندي عود في المخ، المخ كيبقى يزدع، كيبقى يزدع، كشي كيهبط لي العين اللي انا كنت شكر مره، لا من ظهري لا من دريتي، كشي هبط لي الجهاز الهضمي، هبط لي الكوشي، الكوشي. بعض المرات كنبغي 10 دراهم نعمر بها التابعه، ما كنلقاش، بغيت نعيط لشي طبيب نسقسيه، بغيت نعيط شي حاجه. في الايام الكورونا مع ديك الخوف وديك الشيء صافي بالناس ما كيجينيش، بغيت نعيط على واحد الطبيبه والله قالت لنا في القنيطره ولا خاصك تجي للقنيطره، وانا ما نقدرش نمشي في ديك الساعه، ما نقدرش، وما عنديش الفلوس وما نقدرش نمشي، وما كاتش كاع الناس مره. دابا كنفضل نجلس في الدار ما نخرجش مره، والباب ما كنقدرش نوصل، نبقى هو تلقاو اللي فيا، كنقول اه نخرج على الموت، ما نقدرش نخرج بوحدي، ما نقدرش. انا مزاوقه فيكم، مزاوقه فيكم، كنطلب من المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن يتعاونوا معايا، ما يخليليش في هاد الحاله، ما تخلاوش عليا، عافاكم عافاكم، ما تخلاوش عليا. انا كنطلب من الله، من الله يشوف فيا.